شخصيات تاريخيه، بس هو اتقن 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 اتقان جميل. حسن يوسف، حسن يوسف الشيخ الشعراوي. وبعدين عمل كانت ثوره ان لما ابتدى يمثل مسلسلات عاديه، زهره، مسلسلات عاديه، زهره مراته على السرير وهو جنبها على السرير، الناس يعني فزعت. ايوه دكتور، احنا في اسئله الناس فاهمه ده تمثيل يعني. بقول لك ايه، هو الناس صدقت ايه؟ احنا في عصر الولولة، احنا في عصر الولولة، لكن قسما بالله اللي هيجي ناحيه القران الكريم ويتلاعب ويعمل اي شيء اي شيء، يعني مش النهارده يقرا على دماغي ويلتزم بالاحكام حلو قوي قوي، ويا مركز البحوث او البحوث الاسلاميه احنا في مصيبه، لازم ارجوكوا احنا في مصيبه، لازم تتدخلوا، لازم تدخلوا، يبقى في ضوابط خلاص. ارى القران، ارى القران وعمل، واخد بالك؟ هيعتذر ومين زعيم؟ لا انا ما بقولش اعتذر، انا ما بقولش اعتذر، يتكلم في الانشاد يتكلم. الشيخ الكحلاوي، احمد الكحلاوي، احمد الكحلاوي، واخد بالك؟ ما بتكلم في الانشاد، لكن ان انا بعد كده اقول بس امبارح فوق وحبه تحت. احنا يعني انا معاكي، بس امبارح كان معانا معايا اول اتصال تليفوني او تاني اتصال